بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة هيكون ضيوفي الأستاذ إيهاب الجنيدي والأستاذ محمد أبو علي. النهاردة الحقيقة أقيم حفل تأبين الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية ولفيف من مسؤولي الرياضة المصرية. وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة. زي ما حضراتكم شايفين هذه لقطات كانت النهاردة متواجدة، هذه اللقطات من النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي جنب الكابتن دلوقتي طبعا دي مريم العمري فاروق بنت الوزير العمري فاروق الله يرحمه، وأيضا مدام مي زوجة الوزير العمري فاروق، ودكتور خالد العمري وأستاذ إبراهيم العمري فاروق ودكتور هشام العمري فاروق. زي ما حضراتكم شايفين الجميع متواجد والجميع كان حريص على التواجد وسط الحقيقة مش عايز أقول حزن ولكن تذكر وحاجة جميلة جدا. طبعا والد الوزير العمري فاروق كان متواجد بجانب زي ما حضراتكم شايفين بجانب التمثال اللي أذيح ستار عنه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا 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 الحقيقة. إذا كان هناك من يستحق الشكر فأنا بشكر الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، والد الوزير العمري ووالدته، الكل متواجد وبينهم دكتور هشام العمري ومدام مي وكابتن مريم وكابتن مريم العمري فاروق بنت الوزير العمري فاروق، الجميع متواجد زي ما حضراتكم شايفين. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا، لمسة وفاء وإخلاص لرجل خدم النادي الأهلي بمنتهى الوفاء وبمنتهى الإخلاص. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة الحقيقة. الواحد النهاردة كل الناس النهاردة لم تستطع أن تتمالك نفسها، كلمات كثيرة جدا النهاردة، ثناء وإخلاص وحب ووفاء لرجل بالفعل هذا الرجل يستحق كل التحية وكل التقدير. الله يرحمه كان دائما مثال للوفاء والإخلاص في حب النادي الأهلي، الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الله يرحمه، وسيظل اسمه دائما خالدا في كل قلوب الأهلوية ومحبي النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين دي كانت بداية الحفلة، وكان الجميع الحقيقة متواجد، الكل كان متواجد النهاردة زي ما حضراتكم شايفين. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا جدا الحاج جمال الجرحي والوزير السابق الدكتور خالد عبد العزيز، وأيضا كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحقيقة اللي كان متواجد النهاردة، وكان يعني زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا. وطبعا المستشار محمود فهمي موجود اهو، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. بصراحة حاجة حلوة جدا كابتن محمود الخطيب طبعا واستقباله للكابتن حسين لبيب، وزي ما حضراتكم شايفين ده والد الوزير العمري الله يرحمه وهو متواجد، ووالدته قاعدة هي جنبه زي ما حضراتكم شايفين كده. حاجة جميلة جدا جدا والكل متواجد، رئيس نادي الزمالك وكابتن محمود الخطيب وأمين صندوق النادي الأهلي الأستاذ خالد مرتجي، أيضا بعض من نجوم كرة القدم اللي كانوا حريصين على التواجد، مصطفى شوبير، و أنا شفت كهربا النهاردة ومحمد عبد المنعم وزنفولي، الكل كان متواجد، ومحمد هاني هو زي ما حضراتكم شايفين، والوزير الحقيقة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللي الحقيقة يعني الواحد هذا الرجل دائما ما يكون متواجد في كل المناسبات، سواء كانت مناسبات سعيدة للنادي الأهلي أو
زي ما حضراتكم شايفين مناسبة نتذكر فيها الراحل العظيم الحقيقة العمري فاروق اللي هيبقى دايما موجود في قلوب كل الأهلوية، الوزير دكتور أشرف صبحي واستقبال الجميع لهذا الرجل المحترم الحقيقة دكتور أشرف صبحي. الحقيقة النهاردة يعني الواحد كان حزين جدا جدا طبعا، وسنظل دايما يعني حزانة على عدم تواجد العمري فاروق في وسطنا، ولكن ما حدث اليوم الحقيقة وهذه المظاهرة الحب في تواجد العمري وفي وفاة وبعد وفاة العمري، أعتقد أن هي حاجة يعني حاجة ولو بسيطة يعني تريح أسرة العمري فاروق اللي كانت زي ما حضراتكم شفتوا متواجدة النهاردة في حفل التأبين. مجلس إدارة النادي الأهلي معظم الناس كانت موجودة النهاردة، الكابتن محمود والكل الحقيقة كان متواجد في حفل التأبين. حاجة جميلة يعني الواحد هو قاعد النهاردة بيتفرج مبسوط وسعيد بهذا التجمع الكبير اللي موجود في حب الوزير العمري فاروق. من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري على الرغم من الحملات اللي كانت بتحدث خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا أو الفترة اللي فاتت لقطع الصلة ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك، ولكن كابتن الخطيب وحرصه على دعوة رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب، وكان متواجد الكابتن حسين لبيب يعني عشان ما حدش يتكلم في هذه القصة، إذا كان هناك تنافس فالتنافس في الملعب، ولكن تظل دائما العلاقات الطيبة والكلمات الطيبة موجودة ما بين الناديين الكبيرين أو مجالس إدارة الناديين الكبيرين. الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا وحاجة محترمة جدا، وكلنا كنا سعداء بكل المجموعة اللي موجودة كلها، إن أنت تجد وزراء حاليين ووزراء سابقين موجودين أعتقد حاجة جميلة جدا جدا جدا. أستاذ جمال علام كان متواجد، دكتور وليد العطار كان متواجد، مستشار محمد المشطة، الكل الحقيقة كان حريص على التواجد، مستشار محمود فهمي طبعا رمز كبير جدا جدا من رموز النادي الأهلي، دكتور سعد شلبي، دكتور مهند مجدي، يعني كابتن خطيب زي ما حضراتكم شايفين الكل تأثر الحقيقة، يعني الدموع كانت في أعين الجميع، مش عايز بس أقول لحضراتكم عشان ما يعني، لكن الدموع كانت في أعين الجميع زي ما حضراتكم شايفين. يعني بصراحة بس يوم يخلينا دائما نتذكر أن هذا الرجل كان وفي وكان مخلص للنادي الأهلي زي ما كان طبعا مدام مي زوجة الوزير العمري فاروق ومريم بنته، والدموع في أعين الجميع زي ما قلت لحضراتكم. دكتور محمد شوقي، الحاج جمال الجرحي، يعني الكل كان حزين وسنظل حزانة على فقدان هذا الاسم الكبير، كابتن حسام غالي، الأستاذ محمد الجرحي، دكتورة رانيا علواني، يعني يوم الحقيقة زي ما هتسمعوا دلوقتي في كلمة الكابتن محمود الخطيب كان يوم صعب جدا جدا علينا كلنا، ولكن يظل دائما العمري فاروق في قلوب كل الأهلوية، وسيظل العمري فاروق الحقيقة كلنا بنحبه، رجل محترم ورجل مخلص وأخلص للنادي الأهلي ولكيان النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب ماذا قال؟ خلينا نطلع نشوف ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله الأخ والزميل العزيز العمري فاروق، ربنا يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بإذن الله. الحقيقة النهاردة يعني من الأيام الصعبة جدا اللي ممكن تمر علينا، مش سهل أبدا
انك تقف عشان تنعي زميل على مدار سنوات طويلة جدا. صعب جدا انك انت تلاقي كلمات توفي حقه، لكن العمري رحمة الله عليه عايش في وسطينا بإخلاصه في العمل، عايش في وسطينا بمواقفه مع كل المواقف الصعبة اللي مرت على النادي الأهلي، ومشاركته مع زمايله في مجلس الإدارة. النادي الأهلي مر بظروف صعبة، لكن الرجال المسؤولين عن النادي الأهلي من ضمنهم رحمة الله عليه العمر فاروق، كانوا ازاي بيتناقشوا، ازاي بيتحدوا، ازاي يكونوا كلهم على قلب رجل واحد علشان النادي الأهلي، علشان النادي اللي ليه فضل كبير جدا جدا على كل اسم بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى. فيش اسم مر في تاريخ النادي الأهلي وأصبح اسم شهرة إلا بتوفيق الله وبالنادي الأهلي. العمري أحد هؤلاء. العمري رحمة الله عليه توفى وهو على مكتبه. وعلى فكرة إحنا كمجلس إدارة مفيش فينا حد دي مكتب، مفيش واحد مسؤول. كل أعضاء مجلس إدارة من أول 1907 لغاية النهاردة محدش عنده مكتب، لأن بقصد حجرة الاجتماعات، ترابيزة الاجتماعات. وده إحنا بنتوارثه مع بعض. علشان كده كان لازم يكون لك تقدير مميز، تقدير خاص، إن واحد أثناء تأدية واجبه وتأدية مهامه اللي بيشتغلها وبدون مقابل، بيشتغلها حبا في الكيان. الكلام ده محدش هيلمسه ومحدش هيحسه إلا اللي فعلا الصادقين في حب الكيان. محدش هيحس بده. وعشان كده أنا بقول عزائي النهاردة إن العبري ساب أثر كبير، أثر كبير في أسلوبه، طريقته، مناقشاته، مواقفه، آراؤه، عشان يستفيد منها الكل، سواء إداريين أو لاعبين. ده قيمة أبناء النادي الأهلي وقيمة اللي حبوا الأهلي بإخلاص. لازم كمان يبقى فيه إخلاص في المواقف الصعبة اللي هي زي النهاردة. إخلاص مننا، وزي ما قالها مولانا الوفاء. الوفاء يروح لأهله وللمستحقيه. الوفاء في التجمع ده، الوفاء في أنك أنت باستمرار بتخلد ذكرى راحلين كثيرين جدا في النادي الأهلي. علمونا كلنا أساتذتنا الكبار اللي مروا على النادي الأهلي. النادي الأهلي سلسلة، الناس بيتعلموا من بعض والناس بيسلموا بعض علشان النادي الأهلي يبقى. كلنا إلى زوال، محدش فينا أبدا مخلد، محدش مخلد الله سبحانه وتعالى بس، لكن النادي الأهلي باقي ونحن كلنا زائلون، كلنا مش موجودين. عشان كده بدعو كل محب بإخلاص للنادي الأهلي، ويعمل أو لا يعمل داخل النادي الأهلي، حب النادي الأهلي بإخلاص. خليك مخلص في مشاعرك تجاه ناديك، خليك مخلص في عطائك.
لأن في النهاية هو ده السبيل الوحيد لرفعة النادي الأهلي. كل أساتذتنا اللي مروا على في تاريخنا ممكن قوي يبقوا سعداء لما يشوفوا النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين إنه يكون ماشي بهذا الشكل وبهذا التماسك وبهذه الروح. ولازم الأجيال اللي جاية كلنا زائلون، الأيام اللي جاية هي أيام لازم إحنا كمان نغرس النبت الصالح، ولازم إحنا نوصل الأجيال القادمة إزاي يستمروا على نفس النهج. الحقيقة بشكر كل الحضور، وبشكر على أسرة العمري فاروق، والده، والدته، زوجته، ابنه، بنته، اخواته، دول اقرب الناس لي، بشكرهم على صبرهم، واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيجازيهم على ده. في النهايه احب ان انا يعني حقيقة كنت كاتب يعني كلمه عشان نقولها، لكن لقيت الوضع مش مستاهل، مش مستاهل ابدا ان احنا نقرا من ورقه، مستاهل بس ان احنا نتكلم بصدق. العمري بحكم مناصب نائب رئيس النادي الاهلي على مدار الست سنوات اللي فاتت، فالعمري اتكلمنا مع بعض كتير، اتكلمنا مع بعض في امور، في يعني في اجتماعات خاصه لمست فيه اذا انا بقوله النهارده، لمست فيه اللي أنا بقوله النهاردة، حبه للنادي، إخلاصه، رؤيته وتفكيره. يمكن يعني الحاجات اللي أنا كنت باخد عليه شوية إنه هو بيشتغل كتير قوي وتفاصيله كتير جدا، بس ده كله عشان خاطر يحمي النادي كوجهة نظر من أي ضرب ممكن يحصل. تاني بكرر شكر لكل السادة الحضور، ألف رحمة ونور على زميلنا وأخونا العمري فاروق، ربنا يصبر أهله ويصبر محبيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كلمات مهمة جدا جدا من زميل وزير العمري فاروق، كان رجل محترم الكل كان بيحبه الحقيقة، كل زمايله في مجلس الإدارة لما تمشي في النادي وتسأل العاملين عن العمري فاروق، الشباب الصغير لما تسأله عن العمري فاروق مش هتصدق الكلام اللي بيقوله لك، لأنه كان إنسانا من أحسن الناس اللي الواحد اتعامل معاه في حياته. أنا تعاملت معاه لفترات طويلة جدا 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 من وأنا بلعب لغاية دلوقتي، لغاية قبل ما يتوفى بساعات قليلة يعني. الله يرحمه، كان إنسان محترم ورمز للوفاء والإخلاص في العمل، ورمز للوفاء والإخلاص في حبه لكيان النادي الأهلي. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان حريص الحقيقة على التواجد في حفل التأبين، وتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي على تكريم سيرة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وقال كلام كبير جدا جدا وكلام محترم جدا. تعالوا نطلع نشوف ماذا قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل تأبين العمري فاروق، ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أنا بتقدم بالشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة لهذا الوفاء والعمل والجهد الكبير، حتى يعني الوصول لهذا اليوم مع معالي الوزير العمري فاروق، وهذا اليوم بوجود يعني صحبة كبيرة، ويعني تقريبا الوسط الرياضي موجود محبة في شخصه الكريم معالي الوزير العمري فاروق كابتن خطيب مجلس الإدارة، كل الشكر والتقدير. الحقيقة أنا بأشرف إن أنا يعني اشتغلت تحت قيادة معالي الوزير العمري فاروق من تولي يعني قيادة هيئة استاد القاهرة، ولم أجد فيه إلا الإخلاص، الولاء، القيادة، المحبة.
حقيقة ولاؤه لأسرته، ولاؤه لبلده، ولاؤه لناديه كان دايما يعني قدامي. وكان في حوارات كتيرة جدا قد إيه كان بيحكي لي على مريم وهي يعني دلعته استمرار، وعلى إبراهيم المبتكر ودايما يعني يعمل طيارة ورسم له يعني مستقبل ما بيننا. كان حاجات كتيرة جدا. لعمرو فاروق يعني ربنا اختاره هو قاعد على مكتبه بيشتغل في شغله بيفكر في هو هيعمل ايه، وده يعني مش عارف اقولها بشكل ازاي، يا بخته ربنا اختاره في توقيت حرم على النار كل هين لين سهل قريب الى الناس. الحقيقة يعني بشوفها فيه من فترات مع توالي الزمن مع توالي المكان والمكانة. الرسول عليه السلام لما تباهى تباهى بالأدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي. والرسول عليه السلام قال على الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العمري فاروق الحياة كلها صفات لم يلفظ بلفظ عن الآخر أمامه أو خلفه بشيء يخرج عن هذه الأخلاق. العمري فاروق أسرة طيبة، الأب الأم الإخوة اللي بعتبر نفسي وبأشرف واحد منهم، شرف ليا كبير جدا لهذه الأسرة الكريمة اللي بتعبر عن الأسرة المصرية الكريمة في وجودها في هذا الصرح الكبير النادي الأهلي. مرة تانية كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن خطيب وكل الحضور اللي موجود. شكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا لمجلس إدارة النادي الأهلي على هذا التكريم، تكريم سيرة الوزير العمري فاروق، حاجة محترمة جدا جدا. وشكرا جزيلا لمعالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي على التواجد، وشكرا للجميع. الحقيقة الرجل هذا الرجل يستحق مننا الحقيقة كل حاجة حلوة، ودائما لمسة وفاء لرحلة عطاء طويلة جدا جدا للوزير العمري فاروق. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن الوزير العمري فاروق ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. توقف القلم عن الكتابة في رثاء الرجل الفارس الخلوق المتواضع البار بأهله وعمله. كان الوفاء وقيم الأخلاق والمعاملة الحسنة لكل المحيطين به سمة في شخصية الراحل العمري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي. الفارس الذي رحل في صمت إلى جوار ربه تاركا سيرة عطرة وطيبة بكل معاني المحبة. وفي لمسة وفاء لأهل العطاء أقام النادي الأهلي اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة حفل تأبين للعمري فاروق الذي رحل عن عالمنا يوم 26 من شهر يناير الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية، بحضور كبار المسؤولين في الرياضة المصرية وعدد كبير من قيادات مسؤولة وشخصيات رياضية ورؤساء أندية وعدد كبير من محبيه. الراحل العمري فاروق هو الغائب الحاضر في جميع محافل القلعة الحمراء، والذي لا تغيب صورته عن أي بطولة تتوج بها الفرق الرياضية لما يحملونه من حب وتقدير له، والذي ثمن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العريق دوره الذي قدم عطاءه الكبير وإخلاصه اللامحدود على مدار سنوات طويلة كان خلالها أنموذجا للمسؤول العاشق لوطنه وناديه. أقيم حفل التأبين في صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، وتمت إزاحة الستار عن تمثال الوزير الراحل ووضعه في المكان المخصص له داخل المبنى الإداري الجديد الذي يضم مبنى الإدارات كافة ومبنى الاستكواش تخليدا لذكراه العطرة. كان الراحل كنهر دافق فياض بالمحبة والعطاء، عمل بأمانة وإخلاص، واليوم نحصد ثمار ما زرع.
الله يرحمه الوزير العامري فاروق سيظل دائما في قلوب كل الأهلوية. خلينا بقى نروح لفقرتنا الرئيسية، فقرة حائط صد. أنا الحقيقة عندي مشكلة كبيرة جدا جدا فيما يخص النادي الأهلي. يعني إيه؟ يعني أنا ما عنديش مشكلة أن أنت تنتقد أداء فرقة من فرق النادي الأهلي، أي محلل أو أي حد ما عنديش مشكلة أنه يعمل كده. ما عنديش مشكلة أنه هو لأنه الأداء أو نقد الأداء فنيا كل واحد له وجهة نظر، وكل وجهات النظر بتكون صحيحة لأنه كل واحد بيتكلم من وجهة نظره كما يرى، خلاص؟ فما عنديش مشكلة في هذا الأمر. ولكن أن أنت تطلع تكذب على الناس، وأن أنت تطلع تدلس على الناس، وان انت تطلع تقول كلام هو كلام غير حقيقي، او تطلع تتكلم بهذا بامور ليست حقيقيه، اعتقد ان هنا يجب ان نتوقف دائما على مثل هذه الامور ونتكلم فيها. عشان كده الناس اللي طالعه تقلل من الناس بتطلع تتكلم وخلاص. فانا هنا بوجه رساله ونصيحه للناس اللي طالعه تقلل من كولر ومن لعيبه النادي الاهلي وبيتكلموا ان في لعيبه متسيطه على الفاضي. انا بقول لحضراتكم من فضلكم اتفرجوا على ماتشات الاهلي بدون، انا بتكلم بمنتهى يعني الراحه كمان، يعني اتفرجوا على ماتشات النادي الاهلي بدون ان تضع الانتماءات اللي بتسيطر على الراي امامكم. يعني لو انت ما بتشجعش النادي الاهلي اتفرج على النادي الاهلي وحاول ما تشجعوش، اوكي، ولكن حاول ان انت ما تحطش هذا الامر امام عينك. واحد زي امام عاشور مثلا، لما تيجي تتكلم عن امام عاشور خلال هذه الفتره والنادي الاهلي ما بيجيبش غير اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في منتخبات مصر او بره مصر كمان. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تتكلم عن امام عاشور، واحد من اهم اللاعبين في مصر، وان شاء الله يكون واحد من اهم اللاعبين في افريقيا، ويتألق أكتر وأكتر خلال الفترة الجاية. أنا بشوف إن إمام عنده أكتر من كده بكتير، عنده كلنا كأهلوية شايفين، أو كمحللين بلاش أهلوية، شايفين إن إمام عنده أكتر من كده كمان. ولكن ليه بتهدوا في إمام أو بتحاولوا تهدوا في إمام؟ هل هو على فكرة إمام لم ينتقل من نادي الزمالك للنادي الأهلي. إمام انتقل من نادي الزمالك لنادي في الدنمارك، ثم هنا أصبح عقده في هذا النادي. هنا النادي الأهلي من حقه أنه هو يتفاوض معاه زيه زي أي لاعب في العالم، فتفاوض معاه وجابه. في ناس، بعض الناس شايفة أنه متسيط على الفاضي وأن أداؤه ضعيف وجمهور الأهلي يعني بيسقف له وبيعمل له عشان هو بيجيب أهداف. الحقيقة هذا الكلام هو كلام غير صحيح وكلام غير حقيقي. كلامكم لا يؤثر على إمام، ولكن أنا لما لقيت إن في الفيديو ده بيطلع كتير وفريق الإعداد جابهولي بصينا عليه. هو كلام قد يكون فيه نقد، مثلا لو الكلام فيه نقد يخص طريقة لعب إمام أو كده محدش شايفين هيتكلم، ولكن إن أنت بتهد في اللاعب ده تحديدا لمجرد إن هو انتقل من هنا لهنا أو لمجرد إن هو جه النادي الأهلي، هو ده اللي مش هنسمح بيه. لأنه كل واحد عايز يبقى ترند يطلع يتكلم كلمتين على أي لاعب في النادي الأهلي. وخدوا بالكم أنه النادي الأهلي عنده مباراة مهمة ومصيرية، والنادي الأهلي بيلعب باسم مصر زي ما نادي الزمالك هيلعب باسم مصر في الكونفدرالية. مش عايز تساند النادي الأهلي مفيش مشكلة، ولكن اسكت. يعني إذا سكت في هذه الفترة لغاية بس يوم 25، وبعد يوم 25 اعملوا اللي أنتوا عايزينه وقولوا زي ما أنتوا عايزين وهدوا زي ما أنتوا عايزين، ولكن خلينا نعدي هذه الفترة علشان الفترة دي مهمة جدا. عندنا ماتش يوم السبت إن شاء الله، هو الماتش الرابع والأخير في سلسلة المباريات اللي كنا متكلمين فيها. مباراة إن شاء الله ربنا يكرمنا لو كسبنا هذه المباراة يبقى 12 نقطة، من 12 نقطة نحط هذه المباريات على جنب ونبتدي بقى نفكر في البطولة الإفريقية وكيف نستطيع أن نساند وندعم الفريق يوم 18 ويوم 25. هو ده بس اللي هنفكر فيه خلال الفترة اللي جاية، مفيش حاجة تانية هنفكر فيها، هو ده بس اللي هنفكر فيه إن شاء الله بعد مباراة يوم السبت، ومساندة ودعم دائمة. الحقيقة
خلال هذه الفترة. خليني بس أروح لكرة السلة سريعا جدا، لأنه النادي الأهلي بيحقق فوزه الثاني على نادي الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر السلة اللي بيقام بنظام بيست أوف فايف، اللي خمس مباريات، اللي يكسب ثلاثة من الخمسة يفوز. حتى الآن النادي الأهلي بيحقق فوزين متتاليين، فوز في المباراة الأولى 79-61، ثم اليوم بيواصل التفوق نادي الأهلي ويفوز على نادي الزمالك في ثاني مباريات البيست أوف فايف. إن شاء الله نادي الأهلي يواصل الانتصارات ويصل للمباراة النهائية. زي ما قلت لحضراتكم يوم الجمعة المباراة مباراة تالتة. إن شاء الله لو النادي الأهلي كسب هذه المباراة إذن يفوز النادي الأهلي بمباريات البيست أوف فايف. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير. هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل الأستاذ إيهاب الجنيدي والأستاذ محمد أبو علي في ضيافة البيت الكبير. واصل المارد الأحمر تدريباته استعدادا لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل. وعقد المدرب مارسيل كولر محاضرة فنية قبل انطلاق الميران للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال لقاء الاتحاد السكندري والتي انتهت برباعية، مطالبا جميع اللاعبين بصب التركيز على المواجهة المقبلة. يحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم على عقد جلسات مستمرة بمقر اتحاد الكرة للمفاضلة بين عدد من المباريات الودية الدولية المعروضة عليه خلال معسكر يونيو المقبل ضمن تجهيزاته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. حقق فريق محيط قرقنة مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تغلب على الترجي 2-1 ضمن منافسات الدور 32 لبطولة كأس تونس. وقدم فريق محيط قرقنة أداء جيدا منذ بداية المباراة وسط غياب لعدد من نجوم الترجي الذي فضل إراحة بعض نجومه استعدادا لمباراة ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا أمام الأهلي حامل اللقب. تصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة أغلى 50 ناديا في العالم وسط حضور 20 فريقا من الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS. ونشرت منصة سبورتيكو قائمة بأغلى 50 ناديا في العالم انطلاقا من حساب إيرادات كل فريق بالاعتماد على البيانات المالية المتاحة للجمهور، فضلا عن قيمة العقارات المملوكة والشركات ذات الصلة التابعة للأندية. وقدرت قيمة نادي مانشستر يونايتد ب 6.2 مليار دولار، وخلفه ريال مدريد الإسباني ب 6.6 مليار دولار، ثم برشلونة ب 5.2 مليار دولار، وبعده ليفربول الإنجليزي ب 5.1 مليار دولار، وبايرن ميونخ الألماني ب 4.8 مليار دولار. ويعد نادي لوس أنجلوس اف سي هو النادي الأعلى تصنيفا في الدوري الأمريكي الممتاز. أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي شعوره بالإحباط بعد الخسارة أمام بروسيا دورتموند الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديعه البطولة القارية، مشددا على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على أحد، حيث قدم المدرب والفريق وحتى المشجعون عرضا جيدا بمباراة العودة رغم الخسارة والإقصاء في نهاية المطاف، مستبعدا إقالة المدرب لويس إنريكي وأنه في طور بناء مشروع طويل الأمد مع قائمة لاعبين هي الأصغر في أوروبا، لذا سيكون المستقبل معهم مشرقا. توج الإنجليزي كول بالمر نجم فريق تشيلسي الإنجليزي بجائزة لاعب الموسم مع البلوز لما قدمه مع النادي اللندني بكافة المسابقات خلال الموسم الحالي، ونال جائزتي لاعب الموسم مع البلوز من النادي وبتصويت اللاعبين. خاض كول بالمر 45 مباراة مع تشيلسي بكافة المسابقات وأحرز 26 هدفا وصنع 13 هدفا. أعلن توماس توخيل مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني احتمالية عودته لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عقب رحيله عن العملاق البافاري، مع ارتباط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد في حال رحيل إيريك تنهاج أو العودة إلى تشيلسي، مشددا على أنه من المستبعد جدا أن يستمر مع بايرن بعد اتخاذ النادي قرار رحيله عقب إخفاق الفريق تحت قيادته في تحقيق لقب الدوري الألماني. يسعى فريق باير ليفركوزن الألماني بقيادة مدربه الشاب تشابي ألونسو لمعايشة حلمه الجميل في الموسم الحالي
على أمل استمرار سلسلة لا هزيمة بحاجز 49 مباراة بلا خسارة بجميع المسابقات، ويطمح إلى الانفراد برقمها القياسي الذي ما زال صامداً منذ 59 عاماً وحتى اليوم، والمسجل باسم بنفيكا البرتغالي، وذلك خلال مواجهة روما الإيطالي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي وبلوغ النهائي، لأجل تكرار إنجاز معانقة اللقب القاري لأول مرة منذ عام 1988. التقطت عدسات الكاميرات لقطة مؤثرة للحكم دانييلي أورساتو الذي أدار مباراة بروسيا دورتموند، والذي ضرب موعدا في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان ودخوله في نوبة بكاء عقب نهاية المباراة. ويرجع سبب بكاء حكم المباراة وفقا للصحف لأنها آخر مواجهة يديرها أورساتو في دوري أبطال أوروبا قبل اعتزاله، حيث ستكون مباريات يورو 2024 آخر محطة في مسيرته التي بدأها عام 2010. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، الأستاذ محمد أبو علي. ازيك أبو علي؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. ايضا الاستاذ ايهاب الجريدي. ازيك يا استاذ ايهاب؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخباركم ايه؟ بخير والله الحمد لله. كله تمام. جماهير النادي الاهلي اهلا وسهلا بحضراتكم. خلوني ابدا معاكم النهارده، والحدث الاهم والابرز معانا النهارده وهو تأبين الوزير الراحل العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وتابعته طبعا اللي حصل النهارده من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ايه رايك في التأبين النهارده؟ والله يا كابتن اسلام، يعني احنا حطينا عنوان عريض في البدايه خالص من وقت وفاه الوزير العام فاروق رحمه الله عليه، قلنا رجل اخلص للاهلي فعشقه او عشقه ملايين الاهلاويه. هي فالاهلي عمره ما بينسى اولاده، عمره ما بينسى اي حد بيخلص للنادي، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وده اللي يستحقه ويستحق اكتر من كده الوزير العام فاروق رحمه الله عليه. حتى الفيلم التسجيلي او الفيديو اللي ازاي حاجه مؤثره جدا لما تسمع كلماته وهو بيتكلم عن قيمه النادي الاهلي وقيمه وشعبيه ومكانه النادي الاهلي في قلبه وفي قلب كل الاهلاويه، يعني بيوضح لك الاهلي كان بيمثل ايه الوزير عمرو فاروق. فطبيعي النادي الاهلي يعمل كده مع واحد من ولاده المخلصين، شخصيه يعني بتهالي نادره الوجود، شخص عبقري مسخر حياته كلها للنادي الاهلي، حتى لما تعب وقبل ما يتنقل للمستشفى كان موجود في النادي الاهلي وفي الاجتماع. فيعني ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له، وان شاء الله يعني نحسبه في الجنه باذن الله. حاله من الحزن الشديد يا استاذ ايهاب على الوزير العمري فاروق، لانه كان الحقيقه بيتمتع بعلاقه طيبه جدا مع الجميع وعلاقات وطيده. يعني الغريب انه كنت تلاقي الوزير العمري عنده علاقات طيبه مع حتى الناس اللي كانوا بينتقدوا ادائه او كذا او كذا، كنت تلاقيهم برضو بيحبوه. بالظبط يا كابتن اسلام. كابتن عمرو فاروق الله يرحمه، يعني اقل شيء يحصل اللي حصل النهارده ده طبعا ليه. رجل زي ما قلنا ده تاكيد من على فكره اسره الاهلي اللي نادى بها الكابتن الخطيب والمجلس من اول نجاحه واجيال ورا اجيال. رد الجميل للناس دي النهارده لازم الاهلي يرد الجميل للراجل ده، كان لازم التأبين ده ليه، كان لازم التقدير ليه بعد وفاته. عجبني جدا النهارده زي ما حضرتك بتقوله، ده بيأكد السؤال اللي حضرتك قلته، العلاقات مع الجميع ومع مختلف الاطياف. هو قال لي النهارده كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اما قال الرجل على الوزير عمرو فاروق قال كان مخلد حيا وميتا. صحيح. فجملة عظيمة عجبتني من الكابتن حسين لبيب النهارده لما وكان حاضر مجلس إدارة النادي الزمالك، لما يجي كابتن حسين لبيب يجي جميع الناس، يعني لو النهارده يا كابتن ده مفتوح لجماهير النادي الأهلي كنت هتلاقي مظاهرة ولا مباراة في الاستاد، هتلاقي ملايين الناس لو ده مفتوح لهم يجوا كانوا هيجوا عشان شخصية العمري فاروق، العلاقات الطيبة اللي تمتع بيها زي ما حضرتك بتشوف في النادي، العمال الحزن عليه، عمال البسطاء، كل شخص في النادي، الجماهير، الأعضاء، اللاعبين، النشاط الرياضي اللي عمل فيه طفرة كبيرة جدا الملف ده واشتغل عليه في كل فرق النادي في النشاط الرياضي. فالله يرحمه، شخصية أخلصت للنادي الأهلي على مدار سنوات طويلة من بداية ما دخل مجلس الإدارة من سنين طويلة لغاية لحظة وفاته، زي ما قال زميلي الأستاذ محمد أبو علي إن هو مات في النادي الأهلي، كان مكتب تنفيذي وكان موجود يعني لآخر لحظة في حياته. حقيقة. كان في خدمة الكيان وفي خدمة النادي الأهلي. العديد والعديد من رموز الرياضة المصرية الحقيقة ورؤساء الأندية في حفل التأبين أعتقد اندلت فتدل على كل الكلام اللي إحنا بنقوله. لا، من قبل حفل التأبين كمان كابتن في العزاء
العزا انا حسيت ان مصر كلها كانت موجوده في العزا من يعني كبار الشخصيات في الدوله، كبار الشخصيات الرياضيه، الناس كلها، وده بيبين لك قيمه الوزير العام في وقت دي. الناس زعلت عليه. كابتن خطيب النهارده لخص الكلام وقال ان الوزير الراحل كان نموذج للاخلاص والتفاني في خدمه النادي الاهلي، وزي ما قلنا كده الراجل يعني لما جات له الازمه او سبب الوفاه كان على مكتبه بيؤدي مهام عمله وبيخدم الناس، بيحاول ان هو يعني يؤدي كل او ينهي كل الملفات اللي معاه، وزي ما وصف كابتن خطيب بدون اجر، يعني الموضوع كان حتى بدون اي مقابل بيعمل الكلام ده حبا وعشقا في النادي الاهلي. فيعني ربنا يرحمه، وباين من كلام الناس كلها وباين من زعل الناس كلها لحد دلوقتي تالي ما فيش حد نسي عمرو فاروق يوم واحد. تاريخ كبير للوزير العامري يا استاذ ايهاب، سواء في الرياضه المصريه او مع النادي الاهلي. طبعا كابتن عمرو زي ما كنت بقول لحضرتك لسه ملفات كتير جدا اشتغل عليها داخل النادي الاهلي، بدءا من ملف ارشفه النادي الكترونيا من سنين طويله واللي عرضه على المايسترو الكابتن صالح سليم، شغل كتير جدا عمله على مدار السنوات اللي قضاها في النادي الاهلي، خدم بكل اخلاص يا كابتن. اشتغل على ملف السنه دي في طفره كبيره جدا تتواصل في النادي الاهلي زي ما كلنا متابعينها في فرق النشاط الرياضي. صحيح. كان ليه دور كبير جدا فيها. صحيح. انهاء الملفات كلها، اي حاجات محتاجها الفرق الرياضيه، تطوير كل الفرق. النادي الاهلي سيطر على كل البطولات من السنين كام سنه اللي فاتوا بفضل جهد كبير طبعا مع اعضاء المجلس، ولكن كان في بصمه واضحه جدا للوزير عمرو فاروق في ملف النشاط الرياضي. وضحت العديد من الملفات، الكابتن الثقه الكبيره اللي كان بيديها الكابتن الخطيب في الفترات اللي فاتت، فترات تعب كابتن الخطيب، كان الراجل بيتحرك كابتن وهو مطمئن عشان في شخصيه العمري فاروق موجوده، شخصيه قياديه ناجحه، شخصيه كانت بتؤدي كل الملفات اللي بتطلب منها. جانب يا كابتن على الصعيد الانساني، يعني عايز اقول لحضرتك موقف طريف جدا، يعني يبين قيمه الراجل ده. احنا عندنا الجورنال بالنسبه للمصري اليوم، المدارس اللي كان بتاعت الكابتن عمري الله يرحمه في ظهر الجورنال على طول. صحيح. فاحد الزملاء الشباب الجدد المتدربين في الجريده بيقول لي يا استاذ ايهاب داخل الصبح كده، فبقول له ايه، بيقول لي في راجل كده في الشارع اللي ورا شبه الوزير عمرو فاروق، واقف بيسلم على الراجل اللي بيكنس وبيسلم على العمال والسواقين بتوع الباصات وكده. قلت له يا ابني هو العمري فاروق. هو العمري فاروق يا ابني. قال لي والله معقوله؟ قلت له هو. قال لي ده بيسلم على الراجل اللي بيكنس الشارع والراجل اللي، قلت له هو العمري فاروق، هو ده العمري فاروق، هي دي شخصيته، وهو ده القرب من الناس وحب الناس اللي كانت كل الناس بتحبه حقيقي. طيب نطلع برضو نشوف كلمة إبراهيم العمري فاروق نجل الوزير العمري فاروق، وماذا قال في حفل تأبين نائب رئيس النادي الأهلي الله يرحمه الوزير العمري فاروق. مساء الخير جميعا. في الحقيقة ما خطرش ببالي أبدا أو حتى مر في أسوأ خيالاتي أن في يوم من الأيام هبقى واقف هنا وبنعي والدي وأقرب صديق ليا ومثلي الأعلى العمري فاروق، اللي بتشرف إن أحمل اسمه ولازم لاسمي مهما حييت، وإني أكون نائب عن أسرته الصغيرة اللي بذل كل غالي ونفيس من أجلها، جنبا إلى جنب اللي بذلوا لبيته الكبير النادي الأهلي. العمري ما كانش مثال للأب الحامي العطوف والمخلص بس، ولكنه كمان كان قائد. كان قائد ومثل يحتذى به في المجتمع، كان دايما بيسعى في الخير والعطاء للآخرين، وكان دايما كان دايما الوفاء بواجباته تجاه أسرته أو مجتمعه أو وطنه. وفي اليوم ده رغم أني أفتقد فعلا وجوده وأشعر بالوحشة بدونه، يكون عزائي الوحيد أني واقف بين جدران النادي الأهلي، النادي اللي ملحه طاقته وتركيزه كله حتى أفنى آخر لحظات عمره فيه، واقف كمان وسط أصحابه وأصدقائه من مجلس الإدارة ومحبيه سواء من السادة الأعضاء أو الجمهور العظيم، علشان نخلد ذكراه زي ما تعودنا وتربينا على مبادئ النادي الأهلي اللي ما بينساش رموزه. ولأني عارف إن الكلمات مش هتكفي لوصف اللي قدمه العمري فاروق لنا ولنادينا، فإني بالنيابة عن أسرة العمري فاروق أتوجه بالشكر والامتنان. أتوجه بالشكر والامتنان للكابتن محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارته التنفيذية.
بتوجه بالشكر ليهم على كل حاجة، على مساندتنا من اللحظات الأولى للأزمة الصحية اللي تعرض لها والدي حتى دلوقتي. كل من ساهم في هذا التأبين لتخليد سيرة والدي والحضور الكريم على الدعم المتواصل. ومرة تانية أتقدم بجزيل الشكر لمجلس الإدارة اللي سعى جاهداً لمساندتنا طوال الأزمة وتكريم والدي بعد رحيله بالصورة اللي تليق بيه وتقديمه كرمز للتفاني والإخلاص. وزي ما علمني والدي فإني عرفاناً بالجميل أقول لهم إننا دايماً بنساندهم واقفين في ظهرهم من أجل رفعة نادينا العظيم. وفي الختام ندعو الله أن يتغمد والدي العمري فاروق بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته ويرزقه الفردوس الأعلى. شكراً. كلمات من إبراهيم العمري فاروق نجل الوزير العمري فاروق الله يرحمه. أمور كثيرة جدا ومواقف كثيرة جدا عدت علينا كلنا الحقيقة مع الوزير العمري، كلها مواقف اندلت فيها تدل على إخلاص وعمل ووفاء، ولكن في نفس الوقت جدعنة، جدعنة كبيرة جدا من هذا الرجل. يمكن حكيت لك موقف يا كابتن ما كانش حد يعرفه خالص، وصفحات كتيرة بعد كده يمكن نقلته أو اتكلمت عن الموقف ده في 2007، وكنا بنحضر مباراة للباسكت قدام الجزيرة، وكان الوزير العمري فاروق مهتم بفرقة الباسكت من زمان يعني من بدايته. فماتشات الباسكت كانت بتبقى مجانا، مفيش يعني من غير التذاكر. فجي الجزيرة فوجئ ان في جمهور كتير قوي جاي للنادي الاهلي، فمرة واحدة قالوا احنا الماتش بتذكرة، وحطوا سعر التذكره فجاه كان 20 جنيه. يعني كان ساعتها مثلا ماتشات الوديه بتتلعب ب 5 جنيه في النادي وحاجات كده، الماتشات نفسها كانت بتتلعب ب 10 جنيه اللي هي كره القدم. فكان المبلغ ده على المشجعين كان كبير. مفاجاه. فكان الوزير العام فاروق، فالجماهير رفضت تخش وحصل مشكله على الباب. فجي سال خير في ايه، فيمكن انا قلت له ساعتها ان الجزيره فاجئنا ان عامل كذا 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 والتذاكر، قال طب يعني خلي الناس تهدى كده واحنا هنحل الموضوع. وراح وفوجئنا ان هم ابتدوا يدخلوا الناس وفي ايده عدد تذاكر كبير كده، وعرفنا ان هو راح دفع الفلوس من جيبه الخاص. ما اتحكاش الموقف ده وما عادش يعني قلناه هنا يمكن في البيت الكبير في مره ساعه بعد الوفاه. ف واتفق معاهم ان كل اتنين يخشوا بتذكره، وقطع للناس كلها من جيبه الخاص ودخل الناس كلها، ولا حد عرف ولا هو طلع اتكلم في حاجه زي كده. لا يعني راجل الله يرحمه كان مخلص. انا بس طبعا يعني ابراهيم ربنا يصبره الاب ده بيبقى يعني كسر الظهر، وبتبقى ما بالك بقى ما بقى والدك بالعظمه اللي كان فيها الوزير عمرو فاروق، بالاخلاق اللي كان فيها، بحب الناس. فربنا يصبره ويصبر السيده الفاضله يعني والده الوزير عمرو فاروق. كان باين النهارده في يعني تاثر الام امي مهما حصل يعني، فربنا يصبرها ويلحقنا بينا كلنا على خير يا رب بيه في الجنه باذن الله. أهم ما كان يميز الوزير العمري هو علاقته بكل الناس، من أول أكبر رأس زي ما بيقولوا لغاية حتى الموظفين والعمال اللي موجودين في النادي. أعتقد كان ليه مكانة خاصة عندهم. بالظبط يا كابتن، ويمكن الفترة اللي فاتت حضرتك في النادي وعارف الكلام ده، كان هو اشتغل على ملف العمال بشكل كبير جدا، وملف تعديل رواتبهم وتعديل كذا بموافقه مجلس الاداره، وعمل لهم حاجات كتيره جدا خلتهم بتفويض يعني من مجلس الاداره. طبعا بقول طبعا بالتنسيق كله مع مجلس الاداره خلاهم كلهم يعني ناس زعلانين عليه جدا العمال دول، حتى برحيله كانوا زعلانين جدا. العم فاروق يعني انا قربت منه كتير في فترات كتيره من الرحله الصحفيه لينا معاه، يعني فعلا انسان مش عايز اقول لحضرتك يا كابتن المواقف الكتير جدا زي اللي حضرتك بتحكي فيها واللي زي الاستاذ محمد بيحكي فيها، مواقف انسانيه كتير جدا يعني. في افتتاح فرع النادي الاهلي في اسوان شباب يركبوا كانوا عايزين يعني حاجه فلوس. بسيطه جدا فلوس، عايزين يركبوا فلوكه وكده معهمش الفلوس وكذا أكيب. طب انتوا عايزين ايه؟ مجموعه كبيره. طب يلا في القارب اللي هو عليه، خدهم كلهم ورحله جميله وغداهم وقضوا معاه يوم كامل يرجعهم تاني. انسان يعني كل اللي كان قريب منه الخدمه اللي يأديها لا يطلب شيء. يعني عايز اقول لحضرتك بس يعني مش بنزود قوي، وهو في الوزاره لو حد جاي له زياره فتره وزير رياضه جاي لك انا، ودي انا شفتها في كذا حد يقول لي يا اهب ده جاي لنا، كان يطلب مشروب لي او حاجه على حسابه الخاص ملوش علاقه بالوزاره، يقول لك لا ما ينفعش.
في كذا حد جاي له كذا هيقعد معاه هيتكلم في كذا موضوع او موضوع تاني شويه طب يضيفه كذا طب تمام. حاجات كتير مع رؤساء انديه مواقف في سفريات في حاجات في دعوه كان الاستاذ محمد المصلحي دعيهم في اسكندريه ليشوفوا الافتتاحات الجديده وحاجات في النادي وهو وزير وكذا عزم الناس كلها على حسابه اللي كانت موجوده وتفاجئ محمد المصلحي بعد ما راحوا مكان حاجات كتير اسرار الناس ما تعرفهاش حاجات يعني فيها اخلاقيات عاليه فيها سمو انساني فيها شخص فعلا يعني انا مش عايز اقول استغفر الله العظيم الناس ما تحبش ابن موت لا يعني هو فعلا الوزير عمرو فاروق كان كده الاخلاقيات العاليه التعامل مع الناس الكبير زي الصغير يحترم كل الناس لو اتصلت بيه في وقت وهو وزير حتى فتره اللي ساب فيها النادي الاهلي ومسك وزاره الرياضه اتصلت بيه وما ردش انا مع احترامي يعني مفيش وزير بيرد على حد يقعد يرد باستمرار يرجع يكلمني بالليل معلش انا كنت مشغول معلش انا كان النهارده في كذا حصل كذا فاخلاقيات جامه يعني وادب وسلوك يعني اقول لحضرتك موقف شخصي حصل معي وما كانش يعرف انا في سفريه مع النادي الاهلي كنا في ماتش اعتقد جروه بتاع القطن وكنا مسافرين في السودان وكذا كنت لسه في بدايه جوازي ولا حاجه لما رجعت لقيت مراتي بتكلمني معرفش جاب رقمها منين خلاص كذا جالي تليفون كذا كذا لا انا العمري فاروق يا فندم انا صديق ايهاب لو في اي حاجه عايزاها او كذا وهو مسافر كلميني اي حاجه اخلاقيات لا اخلاقيات وانسانيات عاليه جدا يا كابتن عاليه جدا الله يرحمه فعلا يعني. الله يرحمه كان رجل مخلص يعني الواحد ليه انا شخصيا ليه معاه حاجات كتيره جدا 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 لكن للاسف يعني مش هقدر اتكلم فيها لانها كلها حاجات تخص امور شغل وعمل يعني طيب الحاج فاروق العمري والد الوزير العمري فاروق وماذا قال بعد حفل التأبين اولا انا بشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل على حفل التأبين وعلى المجهود الكبير اللي بيعملوه لابني العمري فاروق صحيح قضى وتعب وشقي وحبه للنادي الاهلي كان رهيب ما كانش بينام اكتر من 3 ساعات في اليوم كان بيرجع من نادي الاهلي الساعه 3 صباحا وكان بيتعب وينزل شغله الصبح الساعه 7 في المدرسه عندي ليا عمري يا بابا 3 ساعات حرام طب كنت تنزل الساعة 7 والساعة 10 الساعة 11 ما أنا موجود يا حبيبي يقول لي يا بابا أنا بحب شغلي وما أقدرش أسيب شغلي ولا ثانية وأنا روحي في حاجة اسمها النادي الأهلي قضى حياته كلها وحبه ومات جوه النادي الأهلي هو فعلا من صغره بيموت في حاجة اسمها الأهلي وعلى الرياضة على مستوى مصر كلها وكان بيعمل خدمات ليس لها حصر بدون مقابل سواء بره النادي أعضاء أو خارج النادي أو جوه النادي كان بيحب يعمل الخير كتير قوي ويمكن هو ده اللي قاعد له والحمد لله ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته ويرفعه في الفردوس الأعلى وربنا يكرمنا ويصبرنا على فراقه طيب دي كلمات والد الوزير العمري فاروق الحاج فاروق العمري الحقيقة رجل من خيرة الرجال الحقيقة كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه وسيظل دائما الوزير العمري فاروق في قلوب كل الاهلاويه. خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل تقرير عن اخر استعدادات النادي الاهلي لمباراه البلديه يوم السبت وبعد الفاصل والتقرير نرجع نكمل مع زملائنا محمد ابو علي وهاب الجنيدي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى.
ابو علي وايهاب برضو النادي الاهلي بيستعد لاخر مباريات الباكج اللي احنا فيه، الباكج المحلي ال 12 نقطه قبل افريقيا، قبل افريقيا وبعد كده هنتكلم عن افريقيا، ولكن اخر مباراه في سلسله الاربع مباريات والفوز بتسع نقاط، ثم ان شاء الله لو ربنا كرمنا يوم السبت يبقى فوزنا ب 12 نقطه، اعتقد هيبقى لهم دور كبير جدا. طبعا هو الراجل من بعد مباراه مازيمبي على طول قال للعيبه احنا قفلنا صفحه الملف الافريقي وعندنا دلوقتي اربع مباريات في بطوله الدوري، احنا ضيعنا مننا نقط سهله كتيره في بطوله الدوري، فالتارجت بتاعنا دلوقتي او الهدف بتاعنا دلوقتي ان احنا نحقق العلامه الكامله في الاربع مباريات دول، زي ما بطوله افريقيا مهمه بالنسبه لنا بطوله الدوري برضو لا تقل اهميه عن بطوله افريقيا. اللعيبه كلها كانت مركزه في الماتشات دي. ميزه مارسيل كولر او ميزه النادي الاهلي دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله، عندك في كل مركز لعيبه واثنين وثلاثه مميزين، يعني الناس يمكن ما حستش بالغيابات اللي حصلت لمجموعه كبيره جدا من اللعيبه بحجم في وقت من الاوقات، امام عاشور ومروان عطيه وديانجو وبيرسيتاو والشناوي وياسر ابراهيم، كانت مجموعه كبيره قدرت ان انت تعمل مباريات كبيره سواء في افريقيا او في بطوله الدوري. بعد حتى لما اللعيبه رجعت لك من الاصابات قدر الراجل يعمل تدوير او يعمل الروتيشن بشكل كويس جدا، شفنا الماتش اللي فات علي معلول بيريح، عمر كمال بيتالق في مكانه، شفنا بيرستاو بيريح، بنشوف رضا سليم بيتالق وبيسجل هدف، شفنا كريم فؤاد بعد كده لما نزل. يعني ميزه الاهلي عن مختلف الانديه او بقيه الانديه بفضل الله، يعني دي حاجه يعني نقول ما شاء الله عليها، اني عندك فريق مكتمل في كل المراكز. فمارسيل كولر بالروتيشن اللي عمله ده قدر ان هو يكسب النقاط او يعمل مباريات كويسه جدا سواء مع الاسماعيلي او الجونه واخيرا مع الاتحاد، والعرض الهائل اللي الاهلي عمله باستثناء يمكن اول ربع ساعه في الشوط الثاني، ومحدش حس بالماتش اللي فات كان 11 لعيب بره القايمه بتاعه المباراه، وال11 لعيب يعني كلهم نجوم، اسماء كبيره جدا، كلهم نجوم، يعني ياسر ابراهيم، محمد الشناوي، علي معلول، بيرسيتاو، اليو ديانج، كريم الدبيس، لعيبه كبيره قوي كانت بره القايمه، ومحدش حس بده، والاهلي عمل مباراه كبيره. يمكن انا وصفت الشوط الاولاني ده انه شوط الصفقات، لان في ناس كتير كانت الاسلام كان بيتكلم على انديه جابوا 10 صفقات، جابوا 12 صفقه، جابوا انت شوف الهدف الاول امام عاشور بذكاء، يعني ما شاء الله امام يعتبر في الحته دي من افضل اللعيبه موجوده في مصر ان لم يكن هو الافضل بالفعل، تحرك عمر كمال عبد الواحد، ضربه الجزاء اللي اتخذت، اثنين صفقتين جداد يعتبروا معانا، الجون الثاني وسام ابو علي وتحركه ورضا سليم، وحتى اللي سجل الجون كان وسام ابو علي صفقه برده من الصفقات، تحرك وسام ابو علي والباص بتاع رضا سليم والفينش العظيم بتاع رضا سليم فكرني بالهدف بتاع جونيور اجايي في الزمالك في ماتش برج العرب بتاع 2-0 لو تفتكروا يا كابتن، برضه كان عبد الله سعيد مسار الكره وموه بجسمه وحطها بيمينه قف، كان عمر صلاح بتهيألي كان هو الحارس بتاع الزمالك في الماتش ده. بعد كده الجون الثالث عمر كمال عبد الواحد، الهدف ده على فكره الناس ما تعرفوش ان عمر سجله كتير جدا مع فيوتشر، يعني في فيوتشر ماتشات كتيره كان عمر اب بيقطم كده وبيسجل الكره، هو رجليه قويه ما شاء الله. فشوط الصفقات زي ما بيقولوا الشوط الاول، عجبني مارسيل كولر في التغييرات، الفرقه كده في اول ربع ساعه ما كانش الدنيا يعني احسن حاجه، الراجل بالتغييرات اللي عملها بنزول كهربا وكريم فؤاد وكوكا يمكن رجع الفرقه تاني، وقدرنا ان احنا نجيب ضربه جزاء من كريم فؤاد وسجلها كهربا الاثنين اللي كانوا لسه نازلين، فتحس ان الفرقه بفضل الله فايقه وتحس ان اللعيبه مركزه، عندنا افريقيا بس مركزين في بطوله الدوري، ودي حاجه من سمات الفرق الكبيره يا كابتن اسلام. بنشوف ريال مدريد بيوصل النهارده الفاينل دوري ابطال اوروبا وبيكسب في نفس الوقت الدوري الاسباني، فالفرق الكبيره هي اللي دايما تمشي في كل المسابقات بقوه، ما بقاش فارق عندها او ما تتاثرش ببطوله عن الثانيه. فانا شايف ان ده تحضير جيد من مارسيل كولر والجهاز الفني، شايف ان ده خبرات لعيبه وشخصيه لعيبه في الملعب، فان شاء الله باذن الله تكتمل بيه مباراه البلديه، مباراه مش سهله، دايما استاد المحله يعني بيبقى من الاستادات الصعبه. مبروك طبعا للنادي المحله الصعود النهارده، الحقيقه ألف ألف مبروك لكل المحلوية على صعود غزل المحلة مرة أخرى للدوري الممتاز. بالظبط، في ملعب دايما حتى لما لعبنا طنط عليه في سنة من السنين كسبنا 1-0 بضرب الجزاء لعلي معلول، فاستاد المحلة يعني كان الجميل بقى كابتن إسلام إن جمهور الأهلي في المحلة اشترى التذاكر بعد
ما كملتش بتالي 3 ساعات كان التذاكر كلها نفدت، وده بيأكد ان ان شاء الله تبقى في اجواء جميله جدا في الملعب يوم السبت، والجمهور هيبقى ليه دور كبير قوي ان شاء الله ان الاهلي يكسب ويرجع من المحله بفوز قبل بقى رحله السفر باذن الله للحفاظ على اللقب الافريقي امام الترجي يوم 18. مجموعه اللاعبين اللي موجودين دلوقتي اعتقد هم الافضل يا ايهاب في سواء في مصر او في افريقيا الحقيقه، وهنا انا مش بتكلم على 10 ولا 11 ولا 12، انا بتكلم على 30 لاعب بالظبط يا كابتن. كل لعيبه النادي الاهلي حاليا، وانا زي ما حضرتك بتقول وكابتن خطيب قالها لهم في الاجتماع، قال انا عندي افضل لعيبه في افريقيا، ودي حقيقه مش في مصر بس، احنا عندنا افضل لعيبه في افريقيا حاليا. خط الدفاع بتاعنا يعني تقريبا خط دفاع منتخب مصر تقريبا بالبدله بتوع ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، هو خط دفاع المنتخب المصري. الباك اليمين الاساسي في النادي الاهلي هو باك اليمين منتخب مصر محمد هاني. نص الملعب بالكامل بتاع المنتخب حاليا بقى لعيبه النادي الاهلي امام عاشور ومروان عطيه كلهم، ومحمد مجدي قفشه مع كابتن حسام برضو بقى من العناصر الدائمه معاه. لا والباك الشمال بتاع منتخب تونس هو طبعا لعيبه الاهلي يا كابتن محترفين كمان كلهم في عناصر في منتخبات بلادهم. صحيح. فالمجموعه الموجوده حاليا في النادي الاهلي مجموعه عايشه الحقيقه طفره انا شايفها جيده جدا بعد 3 مباريات شفناهم كان في تراجع في الدوري ساعتها في النتائج اللي عملناها قدام البنك الاهلي وقدام الزمالك، الفرقه رجعت بشكل قوي جدا، رد سريع ورد قوي بعد ماتش مازيمبي كان مهم جدا تاخد ال 12 بونت دول، خدنا 9 ان شاء الله وباقي 3 عشان ما ندخلش في الحسبه اللي انا شايفها حاجه يعني انا اسف في اللفظ حاجه يعني لا تليق بمصر ولا بالكره المصريه، الحسابات اللي شغاله بقى لها يومين والخناقات اللي شغاله المصري وامبي ومين اللي هيروح افريقيا ومين اللي مش هيروح افريقيا، مش ممكن يا جماعه، مش موجود في العالم كله اللي بيحصل عندنا ده، مش موجود في العالم كله. الدوري الانجليزي موسم 29-30 معروف الجدول بالتواريخ بتاعته محطوطه مش الموسم اللي جاي، انما احنا عمالين نتخانق مين اللي هيروح افريقيا ومين اللي كذا. فالنادي الاهلي بفضل الله طبعا لو وصل لنقطه 33 الموضوع ده اتقفل خلاص، هو كده راح هو وبيراميدز طبعا اللي بيتسحب ووصل برده كتير في الدوري، فرفاهيه خساره النقاط ما كانتش عندك في الدوري بعد شويه السلبيات اللي اتاثرت فيها في افريقيا، فقدت بعض النقاط قدام البنك الاهلي وقدام الزمالك زي ما قلنا، ما كانش عندك رفاهيه خساره نقاط جديده، فكان مهم جدا الفوز في المباريات دي. حققت انتصارات وحققت انتصارات باداء رائع، اداء جمالي، اعاد الجماهير للثقه، الثقه كامله في الفريق، كمان جماهير الاهلي كانت مستمتعه جدا امبارح كل المانشيتات اللي نازله النهارده وكده، مباراه الاهداف الساحره، مباراه الاهداف الرائعه، مباراه الاهداف الجميله. مانشيت واحد طلع غريب وانا مش فاهمه لحد دلوقتي، قال لك الاهلي يهزم الاتحاد ب 10 لاعبين او مش عارف ب 10 لاعبين 4-1. لا دي حاجه غريبه يعني طرد في اخر دقيقه يعني مش الراجل مبلوله مفروض في دقيقه 88 يعني طرد اخر دقيقه مش طبيعي. انا وبرده من نجوم الكبير من الصغير من نجوم من المباراه دي يا كابتن الحكم محمد معروف الحقيقه برده ياخد حقه هاي من نجوم المباراه دي، اداء رائع جدا للحكم وحتى بدون رجوع للفار ثقه في قراراته في ضربتين الجزاء قال لا يعني رجعوا اتاكدهم، بس هو كان واثق وبيقول لعيبه لا ضربه جزاء والثانيه ضربه جزاء، ما تاثرش بالضغوط ولا النادي جماهيري ولا الالوان ولا بص للون. مبلوله عمل خطا، هو اللاعب عارف يعني مبلول راح بيشيل ربيع وبيطمن عليه وكذا، عارف الدخله بتاعته عامله ازاي، ممكن لعيب مؤدب ممكن تبطل لاعب كوره يعني دخله زي دي، ولكن راح يطمن عليه وكذا. فمن نجوم المباراه الحكم محمد معروف، النادي الاهلي اداء مطمئن جدا جدا قبل نهايه افريقيا ان شاء الله، ان شاء الله يكون النادي الاهلي يحقق نتيجه جيده طيب. بره ونرجع هنا بقى اخيرا المباراه القادمه مباراه البلديه قبل ما موضوع الترجي، لكن مباراه البلديه اعتقد هي وجهة نظر ان هي المباراة اللي هتقفل بيها المحلي تماما وتخش بمعنويات جيدة لما هو قادم. مباراة البلدية محتاجة تجهيز نفسي اكتر منه فني، ان انت تخلي اللعيبة تفصل خالص هيعمل حاجة عن ماتش التراجي. ممكن يعمل حاجة طبعا. أوكي. يعني محمد منعم كان في اتفاق اوريدي ان قال له اعمل حسابك انت هتريح ماتش البلديه زي ما عمل مع علي معلول وبيرسي تاو، مش هتبقى موجود في مباراه البلديه. حتى عبد المنعم يعني تعمد ياخد الانذار الثالث عشان هو عارف كده كده هو في روتيشن بيتعمل وهيريحه عشان ماتش الترجي، فخد انذار فخلص القديم اللي عنده ويرجع بقى بعد ان شاء الله بعد افريقيا للدوري ما عندوش انذارات خالص، فهو عارف ان هيقعد في تفكير في اراحه بعض اللعيبه. لكن الحمد لله اطمنا على رامي ربيعه واطمنا على كوكا الحمد لله موجودين ان شاء الله في ماتش البلديه وهيبقوا جاهزين مفيش مشكله. الشناوي اخباره ايه تعرف؟ الشناوي الحمد لله يعني واحده واحده يرجع ويخش في التدريبات برضه يبقى موجود مع الفريق. اعتقد النهارده دخل او وجوده اضافه يعني النهارده طبعًا. ويبقى موجود وفي تمرين لمجموعه كده بكره الصبح ويوم الخميس التمرين العادي بقى هيبقى المغرب، ف يعني ان شاء الله بالتحضير النفسي الجاد للمباراه دي
وبان اللعيبه تفصل عن مباراه الترجي. لكن يا كابتن اسلام انا عايز بس اقول رساله عشان الوقت لو يعني بيخلص. الناس شغله نفسها بالترجي ومركزه، اصل الترجي النهارده خرج من كاس مصر قدام مركز شباب، اصل الترجي اتغلب كاس تونس اسف قدام فريق مش عارف ايه، الترجي اتغلب من الملعب التونسي 2-0، الترجي اتعادل مع... لا انا عايز اقول حاجه، دي لو ليها مردود يا كابتن فرساله للعيبه بتاعتنا ورساله لجماهيرنا ان الترجي تركيزه كله منصب على مباراتين بتوع النادي الاهلي. كون ان هم مش شاغلين نفسهم بالدور او مش مركزين في الدور او مريحين النهارده الفرقه كلها ما عدا اربع لعيبه هم اللي شاركوا في مباراه اليوم في الكاس، فده بيقول ان الراجل المدير الفني بتاعهم واللعيبه كلها تركيزها كله منصب على ماتش تونس كلها. تونس كلها فكر في المباراه، هم عندهم ماتش النجم كمان يوم الاحد يوم 11 يوم الاحد بتاعي بعدين بيوم او يوم السبت يا السبت يا الاحد هم زي لا هم في نفس توقيتاتنا بالظبط. هم بيلعبوا احنا مثلا بنلعب 7 وبيلعبوا 7:30 بالظبط، يبقى بيتهيألي السبت او الاحد السبت ماتش برضه هيبقى صعب جدا، هيبقى مجهد ليهم، لكن توقعي ان كل اللي بيحصل للترجي محليا هناك عندهم ده في اسبوع برضو خلي بالك مالوش علاقه ابدا. ونغمه اصل رادس ده استاد الاهلي اصل لا لينا في رادس حكايات اصل مش لا نفسي السوشيال ميديا ده طبعا انطباع ايام حلوه وهو جميله ولطيفه انا شفت منها يوم حلو يعني، لكن هي في الاخر انا بتكلم يعني انا دي رساله مهمه لكل مبارز خلال من خلال قناه الاهلي وخلال برنامج حضرتك ان لازم الجماهير على السوشيال ميديا ولازم اللعيبه نفسها ولازم التحضير النفسي للعيبه ان الترجي اللي انت بتشوفه دلوقتي ده هيبقى مختلف كليا، الاجواء نفسها، الاستاد بتاع رادس، الطبيعه بتاعه الماتش، سيناريو الماتش هيبقى مختلف، محتاج من اللعيبه تركز وتنسى خالص اللي بيحصل دلوقتي محليا مع الترجي، لان تاني بقى كده الترجي في ماتش الاهلي هيبقى مغاير، ماتش هيبقى صعب حقيقة. لازم لعيبتنا تظهر بالمستوى اللي ظهروا بيه في ماتش الوداد اللي خدنا فيه دوري ابطال افريقيا، الشخصيه في الملعب الشوط الثاني كمان بالظبط، الشخصيه في الملعب، القتال على كل كوره بعد الدخان هو هيبقى عامل حسابك، ربنا لو كرمنا وسجلنا هدف او اكتر هناك هيفرق معانا في مباراه العوده. كل دي ان شاء الله امور في الحسبان يعني نتكلم فيها ان شاء الله قبل الاسبوع اللي جاي بقى ان شاء الله باذن الله. ماتش البلديه ماتش مهم طبعا يا كابتن، ماتش مهم جدا انك تختم زي ما قلت لحضرتك تختم ال 12 نقطه ان شاء الله المهمين جدا انك تكسبهم. هيغير حاجه، هيعمل حاجه الراجل اكيد يعني علي معلول هيرجع لاطمئنان عليه عشان يلعب قبل الماتش هو وبرستاو. اتوقع علي معلول هيبدا المباراه اساسي هو وبرستاو. بقيه العناصر تقريبا هي هيعتمد في الدفاع طبعا على محمود متولي جنب رامي ربيعه. يحسب لمستر كولر برضو وللاعب محمود متولي الحقيقه عودته بالشكل ده بعد ما كان خالص كله بيقول خارج الحسابات، مفيش حاجه اسمها لاعب في الاهلي واللي بيتردد في السوشيال والكلام ده كله خارج الحسابات او لاعب هيتباع او لاعب كذا، كل ال 30 لاعب زي ما حضرتك كنت بتقول لعيبه اساسيين، لعيبه موجوده في الاهلي، هو الوقت المعين، وقت هحتاج ليك هتكون موجود هتنزل تادي. يحسب لمحمود طول الظهور الجيد اللي ظهر عليه ان بقى موجود حتى بيدفع بيه في المباراه اللي فاتت برضه بديل، لعيب جيد، فاعتقد هيرجع هنلاقي متولي اساس المباراه الجايه، هنلاقي ربيعه وهنلاقي بيرستاو وهنلاقي علي معلول بيلعبوا موجودين. شويه هتلاقي الكابتن برضو كولر مستر كولر بيفكر الشكل النهائي لفرقته ايه، يظهر بشكل قوي في اخر مباراه ليه قبل مواجهه الترجي. الفوز مهم على الصعيد النفسي اللعيبه انك اخر مباراه محقق فيها 3 نقاط، ظاهر بشكل قوي، بتدي ثقه للعيبه وبتدي ثقه للجماهير في الفريق قبل المباراه المهمه ديت. اعتقد خلاص مستر كولر وصل للشكل اللي احنا اتعودنا عليه من الروتيشن، مفيش تقريبا مباراه للنادي الاهلي حاليا يا كابتن بتقول نفس التشكيل المباراه اللي قبلها. صحيح. وفي نفس الوقت الشيء الجميل جدا مفيش اخلال بالاداء، دايما يقول لك الروتيشن يخل في بعض الفرق بالاداء، لا مفيش اي اخلال بالاداء، نفس الاداء شفناه. لا هو حصل مع بعض الفرق اهابوا واتغلبوا او خسروا. ما بقول لحضرتك الفرق يقول لك ايه الاخلال الفرق بقى اللي بين الاهلي والفرق الثانيه جاهزيه اللعيب، يعني هاب قال كلمه يعني حاجه مهمه جدا في حته محمود متولي، لا هو مش محمود متولي بس يا كابتن. شوف عبد القادر لما بعد فتره كبيره جدا رجع كسر الدنيا نفس الشكل. اكرم توفيق بعد فتره وبتاع وكان زعلان القصه اللي حصلت، رجع كسر الدنيا في نص الملعب. نفس الكلام كريم فؤاد لما نزل في مباراه الامس نزل ما شاء الله وجاب ضربه جزاء وكان متالق وفي فتره وجيزه جدا انسجم بسرعه وبان ان هو فورمه، ده اللي بيقول ان المدير الفني مجهز الفرقه كلها. ويرد يا محمد على حاجه جميله جدا ينطبق الكلام ده، قالها كولر في المؤتمر الصحفي الاخير مباراه الجونه بيقولوا له قفشه راجع وكذا، قال الموضوع بسيط وراح قال كلمه، قال انا عندي 30 لعيب كلهم اساسيين، المقياس عندي الاجتهاد في التدريب. صحيح. واللي بيظهر في التدريب وبيبذل اقصى مجهود في التدريب هيكون موجود معايا. وقال لهم انا عندي 11 لاعب اللي بيلعب، ولكن اللي بتقدر تدفع بيهم وثلاثة بدلة، في حين ان القائمه 30 لاعب بين خمسه فبيكلمك وخمسه بدلاء بالظبط كانوا،
في حين ان انت عندك 30 لاعب مع النادي الاهلي، النادي الاهلي حيره لذيذه، اللي بيقولوا حيره لذيذه لاي مدرب، عندك 30 لاعب مستواهم الحمد لله قريب من بعض، نفس المستوى نفس الاداء اللي بيظهر، بتطلع لاعب وتنزل لاعب. يعني محمد قال حاجه، قال الشوط الاول شوط الصفقات، وانا بقول الشوط الثاني شوط البدلاء. دي حقيقه صح، البدلاء اللي نزلوا كلهم عملوا الهدف الرابع وظهروا بشكل جيد، فشكل طيب للنادي الاهلي، وان شاء الله تكمل فرحتنا بالنهائي الافريقي قدام الترجي يا رب ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ان احنا نرى النادي الاهلي في رادس يلعب كما نراه دائما، يعني كلنا نفسنا ان شاء الله نشوف النادي الاهلي بهذا الاداء الرائع زي ما شفناه في مباراه الاتحاد امبارح. ونتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه، نهايه المرحله الاولى يوم السبت القادم امام فريق بلديه المحله، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز فيها بثلاثه نقاط، ونقفل ال 12 نقطه بقى ونتكلم عن مباريات ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا ابو علي. انا بشكرك كابتن اسلام، وبشكر كل متابعين حضرتك، وبشكر ايهاب، يعني اول مره اطلع معاه فتشرفت بيه، ايهاب من الشخصيات المحترمه جدا. طبعا طبعا شكرا استاذ ايهاب على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام، وكنت سعيد بالتواجد مع حضرتك، وكل الشكر لقناه النادي الاهلي ومتابعين النادي الاهلي. انا اللي بشكركم، شكرا جزيلا على تواجدكم. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع زي ما حضراتكم متعودين معانا، ان شاء الله يوم الاحد القادم بقى يكون مباراه البلديه انتهت، وزي ما قلت لحضراتكم بدايه من يوم الاحد نظل ندعم ونساند هذا الفريق، فريق النادي الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله عشان ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بهذه البطوله ال 12 ان شاء الله يا اهلي. اشوف حضراتكم على خير يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.